اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ورجعت لكم اليوم من جديد باش نعملوا مبعثنا فاعله. لقيت الروز هذا في كارفور، عجبني، قلت علاش لين معناتها نطيبوا مبعثنا فاعله ونبارطاجي الروسات مع البنات. عندي خذيت هوني طنجره قصيت فيها بصله، بصله كبيره، تصل تختاروا اللي تحبوا انتوما، الابيض الاحمر تصل اللي تحبوا عليه انتوما، باش نصب معاه شويه زيت. عندي هوني كان على غالب ماهمش فخي، معناتها كالامار وكروفيت سورجولي، باش نغسلهم في الماء نحي منهم الثلج. وباش خديت هوني طنجرتي فيها بصله، باش نصب الزيت ونشوفوا مع بعضنا بقيه المراحل. وهوني هرست شطر راس كبير نتاع ثوم، كما تعرفوني نهرسو بقشرته معناتها فيه الماء نفعو المطعم الكل. زدت الثوم لهنا هرسته، وباش نحط كعبات الكالامار نتاعنا غسلتهم من الثلج. عندي هوني كعبة طماطم، سامحوني ساعة بوغ لو مومون باش نقليو لي زانكريديون نتاعنا. تو نبداو بالكالامار خاطر اكسح من الشوفريت، اون برانسيب راه فيها المول، انا المول ما عنديش ما شريتش. تنجمو تحطو فيها دجاج مرقاز كيما تحبو انتوما، اما الباز نتاعها كالامار وكروفيت ومول زادا الحقيقة. باهي تو باش نقليو الكالامار نتاعنا ونفوحوه بشوية ملح وفلفل اكحل وكركم، ونزيدو شوية بعد ما تتقلى شوية نقص معاك عيبة طماطم، نحطها على الغاز ونكملوا مع بعضنا بقيه المراحل. عندي هوني شويه جلبانه، قلت علاش ليه تجي فيها راو جلبانه، راو الروسيت البايلا هي روسيت اسبانيه، كانوا جماعه معناتها يخدموا في المنجم وقت يجيو باش يفطروا ما لقاوش الخبز، تفاهموا مع بعضهم معناتها واحد جاب معاه كيما نقولوا روز ابيض، وواحد جاب معاه شكشوكه، وواحد جاب معاه كروفيت حوت، كل واحد شنو يجي، وخلطوهم مع بعضهم وكلاوهم بك الروز هذاكا. من غاديكا بدات الروسيت نتاع البايلا، معناتها تنجموا تزيدوا وتنقصوا ولا تحطوا لي جو والحاجات اللي تحبوهم انتوما. انا قلت علاش ليه ما نحط شويه جلبانه، باش نطول باش نحط شويه جلبانه ونحط معاك عيبه طماطم وخليهم يتقليو شويه مع الكلامات. قولكمش على الريحه ما شاء الله نودكم ولا نشهيكم. كورج وعملوا الروسيت يحبوها الصغار والكبار، وبديزانكريديون قليله واحد ما يكثرش على روحه، راه يشري شويه شويه. نتوا باش نجيبو الكروفيت خليها تتقلى. قلى مليح، ومن بعد باش نزيدو مغيفة طماطم صغيرة ونعملو توش تونيزيان شوية هريسة عربي للي يحب تعطينا هكا شوية حرورة. توا كي الصوص نتاعنا تغلي باش نزيد الروز باكو هذا فيه كيلو، باش نصب الطل. بسم الله باش نصب الشطر نتاعو. نقولكم توا الحكمة في طريقة تطيبو، نضبط نزيد شوية. بسم الله بسم الله. طبعا باش نخليه والماء الصوص نتاعنا معناتها تغلي دوبة تهز غلوة، باش نغطي الروز نتاعي ونقص في الغاز على الاخر. توا الروز نتاعنا بدا يغلي، باش نقص في الغاز على الاخر على الاخر على الاخر. هذه الحكمة نتاعنا باش الروز نتاعنا يجي معناتها طايب وما يجيش ني، معناتها ينجم ينشح ومن بعد يبدا الروز كعبات يابسين والكل. توا نقصت في الغاز على الاخر نخليوه نصيف ساعة، وما نحركوهوش جملة نخليوه مغطي بقدرة ربي. من بعد نصيف ساعة نلقاو الروز نتاعنا فارب كل كعبة وحدها، خليوه يطيب ونرجع لكم. هذا الروز نتاعنا
قاعد يتيب ينجح، نقص عليه على الاخر. ليتو كيفاه يجي فارك، مازال ما كملش تعب، كي يحضر نوريه لكم. شفتوا قداش الغاز ناقص على الاخر. والرز نتاعنا تاب ما شاء الله، شيح تاو نجمو نطفيو عليه ونسربيوه. والرسيت نتاعنا لليوم حضرت بايلة، جربوا الرسيت عطيتها لكم معنتها بالتدقيق، ان شاء الله سهله كيما ريتو ما فيها حتى شيء. وتنجموا راكي بالطبيعه ما عندكمش الرز هذا عادي نعملوا بالرز الاصفر باللوز الرز يا ربي الابيض عادي ما يقلقش. وحاسيلو تبعوني على اليوتيوب، واذا كان عجبكم الفيديو عملوا لي جيم وامتي كومونتير باش يتبارطاجيو زاد الفيديو باش يشوفوه اكثر نوبغ دو فيو اكثر عباد. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وباي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.